بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم باشمهندس طارق زيد. إن شاء الله هناخد مع بعض النهارده البروسيدجر. إيه البروسيدجر ده؟ في الداتا بيز إحنا عندنا البروسيدجر ده يعني اللي أنت تقدر تعمل أكتر من أمر في نفس الوقت. بمعنى تعال نشوف سؤال. دلوقتي أنا عايز أكريت بروسيدجر يعمل انسيرت أبديت. بمعنى أنا عامل كريت بروسيجر بي ار او سي شارت كاونت بيعمل انسيرت وبيعمل ده اسم البروسيجر دي الفانكشن بروسيجر اللي هي فانكشن مثلا اما اجي اقول اللي هو اقول انسيرت وابديت زي فانكشن فانكشن اسم الفانكشن كذا ولما تيجي تنفذ الفانكشن بتعمل كولينج لاسم الفانكشن اللي هي اسمها انسيرت وبصيلها متغيرات اللي هي بارامتر يعني اللي انا هبصيه ده بارامتر اي دي من نوع انت ولازم البارامتر دول يكونوا متعرفين في الكولوم او في الاتربي او في الانتيتي اللي انا يعني مثلا عايز اعمل البروسيجر ده انسيرت ابديت في جدول اللي اسمه الامبلوي يبقى لازم اما باص البارامتر اي دي لازم الاقي اي دي في الامبلوي واما اقول مين لازم الاقي مين في الامبلوي ونوع ايه الباركود خلاص ممكن ناخدها كوبي من هنا بس ما اكتبش كتير تفهمي ان انا اللي يعرفني من كذا فيديو يعرف ان انا ما بحبش اكتب حاجه وهي موجوده عندي انا بكتبهم على جنب كده في نوت كده على جنب از خلاص بقى دول بقى از ايه بقى عايز اعمل ابديت فاكرين كود الابديت ابديت اسم التيبل اللي هو امبلوي شايفين اهو ست ان النيم بتاعك اهو شايفين النيم مكتوب ازاي بيساوي ايه بقى؟ المفروض انت تدخل نيم او بنيم بقى انا اللي هدخله بقى اللي هو النيم ده. النيم بتاعك هو النيم اللي جاي لك. والسالري بتاعك هو السالري اللي جاي لك. الله ينور كده عليكم. والاي دي بتاعك بس مش الاي دي بتاعك ده انا هعمل وير ان الاي دي بتاعه بقى اللي هيتعمل له ابديت ده عفوا هو الاي دي اللي انا هبصوه بس كده الدنيا واضحه ومفهومه ولذيذه. بص بقى انا عايز اوريكم حاجه مهمه قوي. لو انا عملت سيلكت استريك فروم امبلوي وعملت الكود ده كده رن لحظه كده عملت الكود ده ايه رن شايفين جاب لي ايه؟ جاب لي الرن بتاعه صح؟ طيب طب خليني بقى عفوا انسرت انتو امبلوي واحط النيم السالري الاكتف واقفل الكوز واقول الفاليوز هي ديما و 9000 و 1 ورن الكود ده الكولوم اي دي نسيت الكولوم اي دي بالاول هنا ب 12 مثلا انا مش فاكر اخر حاجه كانت كام في الكود اللي انا دخلت من ناحيه كده كده معلش انا اسف كده كات وارجع ورا دي سيلكت كده المهم كده جاب لي ايه جاب لي اخر ايدينا مدخله 8 انا بحب السن زومبس يعني نخلي ده كام بقى 9 عشان مبقاش واحد بعيد عن التاني values name و salary و active و certain
مش حاطط هنا الاي دي. ماشي. كده قال لي one row affected. خلاص كده one row affected. الواحد ده انت عارف اسمه ايه بقى؟ الواحد ده اسمه ايه بقى؟ بيسموه رو اكونت. يعني كام رو اتحصل له افكت؟ واحد بس. طيب بص بقى، لو انا عملت كده ديليت فروم امبلوي، ركز قوي في اللي انا بقوله ده، وير ان الاي دي بتاعك بيساوي 40. هو في اي دي 40؟ مفيش. شايفين بقى؟ بص هجيب ليه زيرو رو افكت، يعني ما حصلش لاي حاجه افكت. يبقى لما يحصل افكت لاي حاجه جيب لي هنا عدد الافكت، سواء واحد او اثنين او ثلاثه حسب كام رو. لو ما فيش اي افكت يجيب لك زيرو افكت، ما حصلش اي افكت باي رو اللي هو زيرو. ده اسمه ايه الرقم اللي بيسموه رو اكونت؟ ده اسمه كده. فانا عايز اقول هنا ايه بقى؟ ركز بقى معايا، نشوف ده كله عشان ايه؟ ما ده كود الانسيرت ده عشان محتاجه. هقول له ايه بقى؟ ركز بقى. هو دلوقتي هيحصل ابديت باللي انا عايزه ده. طيب نفترض ان انا جيت عملت ابديت على اي دي مش موجود. طيب يخش في ستيتمنت بقى اف ان الرو اكونت بتاعك ات رو اكونت ايكوال زيرو. لو هو الرو اكونت كنت بصفر يعني ما حصلش اي افكتد، فاهمين؟ الرو اكونت لو بصفر اللي هو هنا ما حصلش اي افكتد خالص، اعمل لي ايه بقى؟ بيجن واند. اللي هو كود مين بقى؟ بيجن واند ده اللي هيبقى بيجن واند. كود الانسرت، اعمل لي انسرت بس خلي ده 10 بقى لان انا عملت 9، وخلي ده طهوره وخلي لي دي 10000. خلاص كده؟ بس انا مش عايز اعمل دول بقى. ليه بقى؟ لان اقول له ان الاي دي هو الاي دي اللي جاي لي، انا اسف، نستخدم الداتا بقى، واقول له ان النيم بتاعك هو النيم اللي جاي لك، واقول له ان السالري بتاعك هو السالري اللي جاي لك، وان الاكتف بتاعك هو الاكتف اللي جاي لك. طب انا ما عملتش اكتف، فانا هطلع بس ايه، هزود ايه، هزود خانه الاكتف، واقول عندك اد اكتف من نوع بت. بص اتعدلت ازاي. ركز بقى معايا في الامبلمنتيشن ده، كده هعمله امبلمنتيشن او الكود ده كله. بعد بس ده كده هتعمله امبلمنتيشن. بقول لك اتنفس كده. بص كده اتنفس كومبليت سكسسفول. ايه ده ما جابليش حاجه؟ ما انت لسه هتكول بقى. يبقى انا بقول له ايه بقى؟ بقول له بص ركز بقى معايا، اعمل اكزكيوت. ركز بقى معايا في الاكزكيوت، ان انا اكول الفانكشن باكولها ازاي؟ اقول له اعمل لي اكزكيوت دي insert update اسم الفانكشن بتاعك او البروسيجر بتاعك، وتحط بقى اول حاجه تحطها ايه بقى؟ بص بقى. اول حاجه تحطها انت الاول هو الكود بتاعك هيمشي ازاي، هيعدي على الابديت صح كده؟ انت بيقول لك اول حاجه تحطها الاي دي بتاعك. حلو، فالاي دي بتاعك رقم واحد، وهتخليه يبقى مركز بس معايا كده بس هتفهموا انا اقصد ايه. احمد محمد قيمه ده اسمه، يعني انت هتعمل ابديت للاي دي واحد بالاسم ده خلاص، وتخلي لي المرتب بتاعه لان انا عايز السالري اهو، خلي لي مرتب 20000. ايه اللي يحصل بقى في الصوت ده لما اجي انفذه؟ ركز بقى معايا. الراجل ده لما يجي ينادي على الفانكشن اسمها انسيرت ابديت، هينادي يخش هنا يلاقي في داتا اللي هي برومت متعرفين يعديها، يخش بقى على الابديت امبلوي يقول لك ان النيم بتاعك هو النيم اللي جاي اللي هو كان بقى اهو احمد محمد هيما. يبقى خلي لي احمد محمد دهيمة ده هو النيم، والسالري بتاعه خليه لي 20000. لمين بقى؟ يعني يعمل الداتا دي ابديت لمين؟ يعملها للاي دي بتاعه هو الاي دي اللي جاي اللي هو واحد. يعني ركز بقى معايا. بص بقى سيلكت استك فروم امبلوي، وانا عملت دي ران دي بس، هو اصلا مسميه واحد ده طاهر وبياخد 2000 جنيه. لو انا عملت رن للكود ده عفوا بيقول لي ده هو متكريت قبل كده، يعني هخلي دي لحظه اتاكد
تشوز نوت ابل. بيقول لي انت ما حطيتش للاكتف داتا. اكتف هيساوي الاكتف اللي جاي. لا بيقول لي الاكتف بتاعك، عشان انا حطيته بس ما ظبطتوش. الاكتف بتاعك هو الاكتف بتاعك بتاع الكولوم الاساسي بيساوي الاكتف اللي جاي. خلاص يبقى انا هزود هنا بعد ده النيم وده السالري وهخلي الاكتف ده واحد او فولس. يلا مش شغال، رن بقى دي تاني عشان بس يجيب لي الداتا. معلش انا اسف، بس انا بس حاجه غلط. ايوه رن بس الكود ده تاني اهو كده. جاب لي واحد طاهر اكتف اللي هو واحد اهو اكتف وكل حاجه تمام. ولكن بقى لو انا جيت دوست بقى كده رنيت الكود ده قال لك وان رو افكتد. شايف كده وان رو افكتد، يعني حصل افكتد في وان رو. شايف يعني خليك بقى معايا لما هو يمسك كده ويخش على الابديت، هل الاي دي ده اللي انا دخلته هنا موجود عندي في التيبل؟ يبقى اعمل ابديت بالبيانات دي. يبقى حصل افكتد ولا حصل افكتد؟ حصل افكتد في كام رو؟ وان رو افكتد. فيجي يخش على الكود ده اف ات رو اكاونت، هل الرو اكاونت بيساوي صفر؟ لا ما بيساوي صفر، ده بيساوي واحد. يبقى هيعمل الانسيرت مش هيعمل الانسيرت. فهمتوا؟ انا اقصد ايه؟ يبقى الكود ده مش هيهوب نحوته تماما ولا يجي ناحيته. يبقى هيجيب ايه؟ وان رو افكتد، يبقى هنا مش زيرو رو افكتد. يبقى انا لو عملت سيلكت اس فروم بلوي تايم تشارت تحط لي بص احمد محمد هيرو. شايفين؟ احمد محمد هيم والسالري بتاعه ب 20000. شايفين؟ هو انت غيرته ل 50000 اللي حطيت خمسه مثلا، واعمل كده اكزكيوت تاني اهو واعمل سيلكت بقت 50000. خلاص كده اتفقنا؟ فاكر دي نخليها فولس مثلا عشان خاطر ما يفهمش ال 0 1 ك ك ك اكزكيوت. هو الاكتف ليه حاجه نمبر معين بتتكتب هنا معينه يعني من فوق. طيب نجيلها تاني بعدين. اوكي طب امتى يعمل بقى انسيرت؟ لما ما الاقيش ابديت. يعني مثلا لو حطيت الابديت بتاعك هنا 40، هل انا عندي اي دي في التيبل بتاعي 40؟ انزل في اخرك في الاي ديات 9، يعني ال 40 ده مش موجود. فيجيب لك كام رو افكتد؟ زيرو رو افكتد، مفيش ابديت هيحصل. يبقى الرو بزيرو اعمل لي انسيرت بالبيانات دي. فهمت كده؟ يبقى انا بص اما اجي ارن هنا يقول لي زيرو رو افكتد عشان مش هيحصل ابديت، وان رو افكتد هيحصل انسيرت. بص هو نشيل الاكتف عشان الاكتف ده عامل قلق، نشيلها خالص نشيلها خالص من هنا ومن هنا كمان. بس ايه انت اكتب وتش نشيلها برضه ايه من الكود. انا خلي بالك هي ما ظهرتش عشان خاطر لما جيت عملت ران ما عملتش ران بعد ما حطيت البتاع، عشان كده حصل مشكله. يعني انا فهمت ليه الاكتب ما مش راضي ترن معايا. was not supplied the procedure or function insert update parameter at active. قول لي ان انت لازم تدخل ماشي. بص ساعتها اعمل ايه؟ بصوا انا هحط الاكتف فعلا، بس عشان احطها لازم اغير اسم فانكشن عشان ما اجي ارن ما رنتش الاكتف معاه. يعني اخليها ابديت 5، يعني انسيرت ابديت 5 اي رقم جنبي بس. وزود بقى يا باشا الاكتف، زود هنا الاكتف ان هو ما كانش شايف ات اكتف. حلو، وهنا زودت برضو الاكتف ات اكتف، وهنا السالري وجنبيها اكتف بقى سواء كان شغال ولا مش شغال. شايفين بقى كده؟ كده لما اجي بقى ارن البروسيجر الاول، لان هو مش هيرن بنفس الفانكشن او فانكشن ثانيه. لاين 18
لحظات. يغير must watch the number طب اللي بقى انت معلش كده اهو، وعنده مشكلة مع ال لحظات كده، عايز مشكلة دي تاني. تمام خلاص كده، انا كده رنيت الكود اهو بتاعي ب انسيرت ابديت 3 خلاص. فانا هاخد بقى انسيرت ابديت 3 دي ماشي، واحطها هنا بقى ينادي عليها هنا. انا بقول له بقى انسيرت ابديت 3 اعمل لي ابديت، هو كده يعمل ابديت للاي دي بتاع 40. هل ال 40 ده موجود في التيبل؟ مش موجود في التيبل، فزيرو رو افكتد، فمش هيحصل هنا حاجه. فيخش هنا يتشيك هل الرو اكونت زيرو، زيرو، لان ما حصلش هنا ابديت، لان الاي دي ده مش موجود عندك في التيبل. فزي ده يبدا يعمل ايه بقى؟ يعمل انسيرت. بص بقى، بص هترن ده الاول، بص اللي هيحصل. خلي بالك بقى، ممكن بقى نغير الاسم ده عشان ايه يبان اكتر بقى، نخليه احمد، خليه احمد ابو زيد بس عشان ايه يبان. احمد ابو زيد ده هيتحط فين بقى؟ خلي بالك هو انسيرت يعني هيتحط في الاخر. بصوا ده التيبل اخرك واحد، اخر واحد من ايه التيبل 9 هيما خلاص. فيلا از سكايب سيل بزين كومبينيشن احمد ابو زيد، ونحط هنا مثلا 10 ونشيل الواحدة دي احمد. شايفين؟ قال لك 0 رو افكتد و1 رو افكتد. زيرو فيها عشان ما حصلش اي انسيرت، ما حصلش اي ابديت، لان ما عندكش 40. فتعالى رن بقى الكود ده. بص بقى انزل تحت خالص، هزوده لي بالاي دي بتاعه 40 اللي هو ده، حطه لي في كده. فانا ممكن كنت اعمل ده 10 عشان ساعتها ايه نضيف 10 كده، وراح ارن ده بقى كده فيحط 10 احمد ابو زيد وهكذا. طبعا عايز تملى البيانات، حط بقيه البيانات بقى، عرف بونص وعرف اي دي ديبت وعرف اي دي مانجر، وابدا ايه حطهم كلهم جنب بعض خلاص كده اتفقنا. يبقى البروسيجر هو عباره عن فانكشن انت بتعملها وبتبدا تنادي على اي حاجه انت ايه انت عايزها. خلي بالك بقى، انا ممكن اعمل حاجه تانية لذيذه جدا، ممكن اعمل بروسيجر بانسيرت. ستة مثلا هو اسمه كده، واحط بص هطلع بس ايه ارص اول ابديت لغايه بيجن والاند، او خليه مثلا اكتر من حاجه يعني. انسيرت ابديت مثلا، وهسميه ديليت بالمره يعني، هاخد لغاية هنا ده كله معايا. يبقى عندي الاي دي بتاعك هو الانت، والنيم بتاعك ان فاركور، والسالري، وهزود بس حاجة كده لذيذة هسميها الطيب خلاص، ومن نوع انت. ايه ده بقى؟ اقول بقى هنا بقى ايه بقى از بس، اقول له اف بقى ان ات لو الطيب بتاعك يساوي واحد بيجن وانت نفذ لي كود الابديت، ابديت سيت، حط لي النيم هو النيم اللي جالك، والسالري هو السالري اللي جاي لك، وري ان الاي دي بتاعك هو الاي دي اللي جاي لك، واف ان الطيب بتاعك ده
بص نجينا هنا ده كده مفيش بايرو اكونت، حط دي كمان هنا وشيل دي، ولو انت التايب بتاعك 2 حط لي هنا كود الديليت، ديليت فروم امبلوي وير، ايوه ان الاي دي بتاعك ممتاز هو الاي دي اللي جاي، بس تمسحه معايا او امسحه كله يا سيدي، يلا ما جتش على ما تمسحش واحد معايا، امسح الكولوم كله البيانات كلها. بس دي بتتكتب مرة واحدة مش مرتين. اف ان التايب بتاعك بيساوي 3 اعمل لي انسيرت، او بلاش كود الانسيرت كبير، فانا اقول سيلكت استريك فروم اندرو، يعني اريد لي الجدول كله ماشي كده، اريد لي الجدول كله، واخلي بقى بدل ده كبير قوي بقى، اخلي البروسيجر بتاعك تشيك، يلا اسمه تشيك، تشيك التشيك نمبر، ارن بقى اخده ده كده 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 كل كده قبل، واعمل له اكزكيوت كده رن، اجي بقى تحت اقول له ايه بقى، اقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي اكزكيوت ليه، اعمل اكزكيوت التشيك نمبر اسم الفانكشن كده خلاص، وشوف بقى انت عايز تعمل لمين، حط التايب، لو انت عايز تايب رقم واحد يبقى حطيت هنا ده التايب، لو انت عايز تايب رقم واحد تحط له بقى عايز اعمل ابديت ل اي دي 2000 للاي دي بتاعك 2، واخلي الاسم بتاعه ياسر واخلي المرتب بتاعه ياسر بقى، لازم اعمل لها ايه دبل كوت، واخلي المرتب بتاع ياسر ده 44000 جنيه كده، اخد بقى الكود ده كده اعمله ايه بقى، اعمله اكزكيوت، فقال لي ورو افكتد صح، اعمل سيلكت بقى فين السيلكتايه، ده واحد اثنين ايه ده انا عملتها هنا مش مشكله، السيلكتايه اهي رن بس الكود ده كده بس لوحده، شايفين اهو اديت اثنين بقى، بص اهو ياسر ده اثنين ده اصلا ياسر، طب نغيرها نخليها ايه بقى، بس ايه ده دي اتغيرت، انا اللي غيرتها، انا عملت رن وطلعت صح ياسر، لو انت عايز تغير دي خليها عمر كده، اعمل كده تشيك مرة اكتد هتلاقي عمر هنا. اوكي دلوقتي بقى لو انا عايز اعمل اتنين، يعني امشي التيبل او الاول اسلكت عليهم كلهم اختار التايب، انا ممكن اختار هنا التايب 3 لحظة، طبعا انت عايز تصدر بس البيانات، فمش مهم الحاجات الاولى دي، لازم تملى بس الخانات اللي هي النيم والسالري بس، في التايب 3 يختار لك بقى ايه، يعني يتجاهل ده ويروح للتايب، تمام. لو انا عايز بقى اخلي التايب بتاع 2 ارن نفس الكلام ده بس التايب 2، قال لك 11 رو افكتد، وراح اعمل السلكتايه دي، لا اعملها بس سلكتايه دي ازاي بقى، اختار هنا 3 شايفين بقى اللي يحصل، مش هيجيب لي حاجه، طبعا بقى لو انا عايز بقى اف ات تايب ايكوال 4 احط بقى بيجن وانت، بس ايه بقى احط له الانسيرت كود الانسيرت، طبعا بقى ايه بقى افضل املى براحتي بقى،
اقول له انسيرت انتو اسم الجدول بتاعي بالوي، هتحط لي جواه بقى ايه الاي دي بتاعك والنيم، الاي دي بتاعك والنيم والسالري، بس الاي دي والنيم والسالري values. ده هيبقى كام بقى اللي انت تعمله insert؟ هيبقى 11 مثلا، هيبقى واحد، والنيم بتاعك طاهر 3000 جنيه. حلو اوي. فانا هاجي هنا بقى هاجي اقول له بعد اذنك حط لي ايه 4. هفضل بعمل اكزكيوت بقى ايه بس في حاجة مش هتتنفذ. ايه بقى مش هتتنفذ؟ ان انا زودته من غير ما رن البروسيجر، من غير ما رن البروسيجر بتاعي، فاهم؟ فانا هضطر بس احط تشيك نمبر واحد واطلع فوق رن الكود ده، لان انا زودت له حاجة. انا اقول له ان انت نفس الكود اللي انا هزود عليه، بس انا ايه زودت حاجة، فانا هرنه بس ايه مرة تانية عشان الايه الفانكشن بتاعتي. حلو كده، كده الفانكشن بتاعتي اتزودت اللي هي بتاعت الاربعه، وساعتها دي بقى ايه يقول لي وانو اكتب. ايوه كده افضل ارن بقى ارن ارن. ممكن اغير بقى الاسماء والحاجات عشان افضل في كل مره، عشان هو الاي دي بتاعي يختلف يعني اخلي هنا اي دي واحد ودي اي دي ثلاثه، تغير في الديتا يعني اي دي اتنين. انا عملت اتنين اي دي تلاتة، هنا تلاتة، لحظات شوف السلكتة دي رنت على ايه، رنت على طاهر، واحد طاهر تلات تلاتة، خلي دي اتنين مثلا. ابراهيم الكين فاليو واحد ماشي، وانا المفروض ان انا كل مره اقدر ارن يعني عشان انا بغير هنا، فما ينفعش بس السلكتات دي مش هتنفع تتعمل اللي هي طيب. ما علينا، ادينا فهمنا ان انا ممكن ان انا عن طريق الطيب ابدا ازود في كل مره كذا. ليه؟ لان انا لو غيرت هنا، ان انا بص ممكن تتعمل لو انا كنت خليت الاي دي بتاعك اوتوماتيكلي هو اللي يدخله، فساعتها ابدا ارن. اما انا كل مره ابدا اغير هنا، فانا لازم اطلع اغير اسم الفانكشن وارن الفانكشن وهكذا، فده الموضوع ده هيطول جدا. اما انت لو انت من البدايه خليت ان الاي دي بتاعك اوتوماتيكلي بيتحط اوتوماتيكلي من غير ما انت تيجي جنبه، فساعتها تبدا ترن على طول من غير ما ايه تغير ده. لان لو غيرت ده يبقى انت لازم تغير اسم الفانكشن وترن من اول وجديد. يعني بصوا انا اوريك بس المثال على اللي انا بقوله ده، يعني تغير اسم الفانكشن تلاقيها كده بقت 12. حلو، وبعد كده تنزل تغير تحت الاي دي بتاعك هيبقى 2، وتاخد بقى الكود ده كله كوبي ويبقى وترن، فيقول لك التمام يترن. بعد كده تنزل تحت بقى في البتاع ترن الاكزيكيوت بتاعك، فساعتها يجيب لك ايه الرو افكت بتاعك. ما رنتش ده، ارن ده كده رنيته. هبدا بقى ايه اغير بقى ده يبقى 12 عشان ايه ما غيرتش الاسم لسه. بس ساعتها بقى ترن يرن لك اهو، شايفين؟ اقول له افكتد وهكذا، تبدا تغير عشان يغير. بعد كده تبدا تسلك يجيب لك مين بقى؟ يجيب لك طاهر برضو، بس الاي دي بتاعه 2، ما يجيبلكش شيء، شايفين؟ بس ده البروسيدجر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.